وانت يعني الاقتصاد بقى هو العلامه البريق اللي فيها بريق وعمليه، كل الناس بتدور على الاقتصاد، احنا رايحين فين جاي منين. النهارده الدكتور معيط قال كلمه يعني بستدعيها وانا بقول لحضرتك، بيقول اللي عايز يشوف احنا فين يراجع 37 سنه فاتت او مش كام 40 سنه فاتت عشان يشوف. كان عندي عجز دائم في الموازنه، كان عندي هذا العجز كان 13% يمكن، بيقول ما كانش عندي اي فائض اولي على الاطلاق على مدار 37 سنه. بيقول ان الدين المحلي كان في سنه 81 159% من الناتج المحلي الاجمالي، دلوقتي 95. فبيقول اللي عايز يبص على الصوره بحقتها يوسع السكوب ويرجع عشان يقدر تعمل مقارنه مظبوطه. كيف قرات المشهد الاقتصادي في الايام الثلاثه لحكايه وطن؟ هبدا الحقيقه من الانطلاقه الاولى للمؤتمر بكلمه السيد جسمك سروسر. الحقيقه كانت كلمه هامه للغايه، لانه الحقيقه هو يمكن بدا او قدم اجابه للسؤال اللي هي كان منتشر خلال السنوات، مش هقول الاشهر، خلال السنوات الماضيه، هو الدوله بتصرف ليه كل هذا الصرف؟ ويمكن حديث السيد رئيس دوما ان احنا دوله كبيره، دوله بتعيد بناء قدراتها من جديد، مش دوله بتحل مشكله مواطن. يعني الدوله والقياده اللي هي عندها رؤيه مش بتشتغل بس عشان تحل مشكله مواطن، هي بتشتغل علشان تخلي مكانه هذه الدوله في المنطقه وفي العالم مختلفه. وفي ضوء ده لو احنا بنحل مشكله مواطن بسيط او مشكله بسيطه هننفق بسيط وهتتكرر المشكله بمرور الزمن. لكن لو احنا بنفكر في اطار انه الدوله دي لازم تتحط في مكانه مختلفه، يبقى اذا لازم الانفاق يتم بشكل مختلف. كلمه السيد جسمك سروزر هي المساله الاهم لما اتكلم على هو حجم الانفاق اللي تم ال 10 تريليون جنيه او تحديدا 9.4 تريليون جنيه. هو الرقم ده مبالغ فيه بدايه، يعني قبل ما نشوف الرقم راح فين. فاستعرض تجارب دول في اطار التنميه، اتكلم على سنغافوره، اتكلم على ماليزيا، اتكلم على كوريا الجنوبيه، وقال انه معدلات الانفاق على اعاده تاهيل، مش هقول البنيه الاساسيه بس، لكن اعاده بناء الدوله من جديد، بنتكلم ما بين 20 و40% في تجربه مصر. 22% وبناء عليه يبقى كل هذا الكلام ليس مبالغا فيه، ده عادي جدا جدا، ده في حده الادنى بالمقارنه مع صحيح. الدول المثيله. الرقم او السؤال التاني هو احنا دوما بنتكلم في مساله ترشيد النفقات ده امتى؟ هو ترشيد النفقات ده في النفقات الجاديه اللي هو ايه؟ الناس تاكل وتاكل.